السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لقيت كده لعبة جميلة اسمها فاير تراك بوك اكس دي. انت تركن عربية الإطفاء، أوريكم ازاي تكملوه. طبعا في ليفل كده مش عارف ألعبه، فمثلا نحاول نكمل بتاع. بس عموما الفيديو ده مش هيبقى تكميل، الفيديو ده هيبقى تجربة لعبة. بس لو بكسر فيه هيبقى تجربة. انا بقى هجرب اللعبة دي، تعمل كده بس. بص اللعبة دي بصراحة بتسعد، لو اي كبرت في اي حاجة هتكسر على طول. اللعبة دي ليها كده يعني حاجة تقيلة. حاسب انت دي هتدمر العربية. انا واضح انا عدت الليفل ده، لان الليفل ده صعب شوية. نجرب كده. الوقت حتى بيضيع عند الوقت. فشل.